بسم الله والحمد لله والله أكبر. ما زلنا مع سورة ياسين. يقول مولانا سبحانه وتعالى آية 60 وآية 62: ألم أعهد إليكم، أي أعلمكم يا بني آدم، أن لا تعبدوا الشيطان لا عبادة بل معصية عن صيغه نسلا بمعصيتنا للشيطان. أما الناس اللي يدعون إسلامهم اللي أول من يطيعوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، أو لمن تكرار العداوة البينة التي لا شك فيها في حقيقتها. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا في الماضي، أنتم تعبدون بالماضي ليتوريس ماشي جاي، وأنا مش فاهم بالضبط ماذا يعني. عنده آثار في قوم سيدنا لوط عليه السلام، تقريبا في أسفل البحر الميت والعياذ بالله، ولا قوم سيدنا شعيب ولا مجد. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا عظيما أفلم تكونوا تعقلون. فهو قال لي الدروس الماضية لم تستفيدوا منها، فأنتم جاهلين. شكون جاهلكم؟ هو إبليس. أنساكم ذكر الله، فالله أنساكم أنفسكم ذكر أنفسكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نحن نستعين بالله أن لا تزيغ قلوبنا، أن تكون ملأة بمحبة ربنا ومحبة رسولنا الكرام عليهم السلام، والسلام بالتمام على أهل الإسلام.